محكمة جوبلك بنادر أو دوان حكم كوري ديرج أجانبها أو سيشر عدراك كل من سنة يبدها الصومالية أي أقدم بين ما أنت وحاي محكمة رعفان كقصص أرتج وأنا كذا نا حكمنا داسي محكمة دا أو حجنا يسشر عجا كل من سنة دلك أي شكتي إن دولة الصومالية أي لو ريجي سحنتي السهران لبدا الدنودة أو أي وتن حكم سنة يعيشها يسيده كله جناح لعجت جاري يلا بقي تبانكن أو دولار كمريكان كا لنا عكلا محكمة ده أيها شكتي إن العجها كوب بحال ترجمانك هي أنتي أي دود سعتي لججر الدونو العجها جناح حكم سنة يعيشها محكمة ده حي كده واقع إسا حكم كا يكسر صارتي قل دعوتي كسر مجلس وتهي تضباطن يلبو لباطن صدحي لباطن جمهورية ده فدرال كصوماليا محكمة ده رفعان كا جبل كبنادير قيبتها عقابتها مجا عدد وينها الصوماليات ما أنت أو التاريخ ذو تهاي صدني كود بيش تدوبات لبكون صدحية لباتن محكمة أو ككوبان أنا جو آجر صور سعيد علي محمد يوكالي ليبان محمد محمود وحاي كده واقعي ساعة حكم كاي كسر صارتي قل دعوديت كاس ومديس وتهاي تدوباتن يلبو لباتن صدحية لباتن كدي بصدح دي لبدي فدي أي محكمة ذو سول جيستي دعودن hayna goob joogayaal ah ee deesanayaasha kala ah Abdirahmaan Abdirahim Tabara Khalid Baluji Nasir Nohani Yusuf Jad Qasim Talashaq Abid Batash Tariq Kuhi Hamid Jad Oman Nohani Suleiman Tinab Dad Muhammad Tinab Haider Baluji Abdul Qadir Tinab Khadir Bakhsh Tinab Ayub Tinab شقي تناب فاروق شهزاوة سلمان بزار جاسم شهزاور فرهاد بلوجي ناصر توتزاي عاقل وداخا محكمة دو مركي عياركتاي إن أيدي سنياشو أيكو أيدي سنيهين أديكسي دومو أجنبي بيها الصوماليا يدو أن لغه إسن أغلاشيو دولد الصوماليا سيدا كعاد قدبك تطباتا يلابو فخردي سكوبات الشرعي لمبر ايد صوانا بحاي لابد يكون صدحي لباتنك تاسو آفل دنبيت سيدا كعاد قدبك تطباتا يلابات فخردي سأفراد إسلحير كاسي وشيغا يا هولودين كستا وكوحد قدبا فخرد كوبات يلابات قدبك تطباتا يلابو الشرعي هورمارينتا يمارينتا كلوميسيغا وقاليو دنبي كدلنا يسو جناح جناحنا يهي عقاب سوى فخسن قضبك سغاشن يتضبو إحير كهبك عقاب الصومالية محكمة دو مركة يعركتي دودة حفيز كحراليها قود إعا إن مقدوغا محكمة دا حكومتي محكمة دا قبلك حكومتي آنو ديقمين ريبكا إيجيستين إلى سنياشو مقدوغا سوى محقاه صدن كون أو دولار إسلامركة أنا عركتي إن عطسي مقدو آن لسو قد بنين حليقة قبل ده محكمة ينتهى درجة كوبات كهر سوى فخسان قضبك أفري طمانات إحيارك حبك عقاب الصومالية محكمة دو مركي أركتاي إن مقدوغي هاي أبال مارين كالا لن يسان مسؤوليات مدنية قبشادي قيبه ده لحريرة هشيسك يكا قابنتا مسؤوليات ده ووجيت كيسو يهاي إن عوالعلين لو سمعيو قفك ريبكو كسو قفك ريبكو سو غاري marka dacwada ciqaabta ah la joogana arimaha madaniga ah looga go'aan gaarayo si waafaqsan qodobka 198 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed xeerarka madaniga ah taas oo ka dhigan in ay maxkamaddu ka go'aan gaari karto iyada oo aan la adeegsanin xeer number 8 ee soo baxay 2023kii maxkamaddu markay aragtay in habka maxkamadda gobolka uga go'aan gaartay arimaha la xariira magdhowga oo yimid iyadoo aan la soo gudbinin codsi waafaqsan qodobka 14aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed codsigaas oo looga dooday si waafaqsan qodobka 131 ee isla xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed samarkana aan la sameeynin suugitaan la sugayo in eedaysanayaashu ahaayeen dadka saaran labada doon ee la sheegay inay soo galeen biyaha Soomaaliyeed dhowr mar sanadii 2022kii iyadoo aan la marin habraaca ku xusan qodobka 14aad iyo qodobka 131 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed isla markaana aan la sugin in ay deesanayaashu sameeyeen saarnaayeen labada doon xilliga kalluumeysiga ay sameeyeen sanadii 2022kii ma la jiri karto sabab loogu xukumo magdhow aan loo marin habraaca sharciga waafaqsan
محكمة مركي أركتي ورقضها إيسو قلبيين قرينا ذا إيسان دفاعا إيسو مده ذكليهين كن أفرتن يكو كن أفرتن إيلابو كنا وضا تاريخ إيسان لباتين سدح دي بيشي سدحات لبدا كن سدح يلباتن كي كنسو بحي وزارة كلوميسيغا دورة قبلات كالمدوك وجددنا أحايد وغلاشيو كلوميسي ورقضها سو نحر كقوران ويهي إن لبدا الدون إمقعيدو ذكليهين أرسلان iyo Baluchistan labatan loo ogolaaday ka kalumeysiga toonada iyo kaluunka yaryarka ah muddo 45 cisha ah kana kalumeystaan aaga 24 NN biyaha kalumeysiga ka gadaal ee galmudug ay khilaafsan tahay qodobka 10aad ee xarafkiisa ba ee xeer number 8 soona baxay 23 oo siinaya awooda bixinta iyo ruqsadsiinta maraakiibta ajaanibta iyo howlwadeenadooda dawladda federaalka Soomaaliya kana qaadaya awoodaasi dawlad goboleedyadu inay bixiyaan taasoo ka dhigan in dokumentiyada ay soo gudbiyeen qareenada difaaca ayna ku sheegeen inay yihiin ogolaashiyo kuwa baalmarsan xeerka horumarinta iyo maareynta kalumeysiga xeer number 8 ee soo baxay 2023 maxkamadu markay aragtay qodobada 72,428,443 oo dhamaantood dambi ka dhigaya in maraakiib iyo holwadeeno ajaanib ah oo aan ruqsad ogolaashiyo waafaqsan sharci number 8 haysanin aanay ka kalumeysan karin biyaha Soomaaliya maxkamadu markay aragtay qodobka 48 ee xeer number 8 2023 oo maxkamadu u ogolaanayo in ay qadari karto xadiga ganaaxa ee sanayaasha la saarayo maxkamadu markay aragtay qiimeysayna dhibaatada uu ku hayo qaranka Soomaaliya kalumeysiga sharci darrada ah iyo sida ay tahay in looga hortago markay aragtay qodobada 183 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo 146 ee xeerka horumarinta iyo maareynta kalumeysiga oo labaduba ogolaanayo la wareegida hantida lagu galay faldambiyeedka xukunka maxkamadda maxkamaddu iyadoo cuskanaysa sababaha ay kor ku soo xustay waxa ay wax ka bedeshay xukunka sumadiisu tahay 178,23 oo laga soo saaray daldacwadeedka sumadiisu tahay 496,23 maxkamaddu waxa ay ku heshay eedaysanayaasha magacyadooda ay soo xustay dambiyada ku xusan qodobada 72 faqradiisa 1aad iyo 4aad ee xeer number 8 ee soo baxay 23 iyo qodobka 128 ee isla sharcigaasi maxkamaddu waxa ay ku xukuntay mid kasta oo ka mid ah eedaysanayaasha ee magacyadooda soo xustay ganaax lacageed oo dhan 326,400,000 oo shilin Soomaali ah oo u dhiganta $12,000 wadarta lacagtaasina waxay noqonaysaa $432,000 waxayna u xukuntay in dowladda Soomaaliya la wareegto labada doomood ee kala ah Arsalaan iyo Baluchistaan iyo dhammaan qalabka saaran doomahaasi iyo qarashka kalluunkii saarnaa ee horay loo iibiyey ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubo $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shubo ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afar gees 400,000 oo shilin Soomaali ah oo u dhiganta $12,000 wadarta lacagtaasina waxay noqonaysaa $432,000 waxayna u xukuntay in dawladda Soomaaliya la wareegto labada doomood ee kala ah Arsalaan iyo Baluchistaan iyo dhammaan qalabka saaran doomahaasi iyo qarashka kalluunkii saarnaa ee horay loo iibiyey ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubo $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shubo ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afar gees